دعت اليوم وزيرة الصحة العامة غربتنا كارميل سكات لجميع المواطنين خاصة سكان إقليم سلامات التي تضررت، هذا الإقليم الذي تضرر كثيرا من انتشار مرض وباء الكبد مؤخرا. دعت الوزيرة السكان بالنظافة، جاء ذلك في البيان الصحفي الذي قدمته بمكتبها اليوم. نتابع جزء من البيان بترجمة الزميل ياسين عبد الرحمن. Notre pays connaît depuis le dernier trimestre de l'année 2016 une flambée d'ictère aiguë dans la région du Salamat. إن بلادنا منذ عام 2016 شهدت تسجيل حالات الإصابة بمرض الوباء الكبدي، حيث سجلت السلطات في إقليم السلامات في 5 مناطق: أم التيمان شمال، أم التيمان جنوب، أبو دية، ميناء، جوز جراد. وهذه الحالات قليلة، ولكن في هذا العام 2017 في 8 فبراير الجاري كان الوضع أصعب، حيث سجلت السلطات الصحية بالإقليم 899 حالة إصابة، منها 45 حالة خضعت للعلاج بالمستشفيات و11 حالة وفاة نتيجة لهذا الوباء الكبدي، منهم 4 نسوة. ومن هذا فإن وزارة الصحة العامة تطلب من المندوبية الصحية بإقليم السلامات اتخاذ كافة الاحتياطات بالمراكز الصحية الثلاثة بمساعدة ودعم منظمة الصحة العالمية وبقية الشركاء للحد من انتشار المرض. وفي شهر أكتوبر للعام المنصرم 2016 فإن وزارة الصحة العامة أرسلت 38 عينات من المصابين إلى ياوند الكامرونية لتحليلها. لذلك فإنني أناشد جميع المواطنين الاهتمام بالنظافة، خاصة غسل الأيادي بالماء والصابون قبل وبعد الأكل وحالة الخروج من المراحيض ودورات المياه، وكذا العناية بتنظيف الخضروات والأطعمة الطازجة جيدا قبل تناولها وعدم شرب المياه الملوثة، بل لا بد من إضافة المطهرات إلى المياه قبل شربها تجنبا وتحسبا للإصابة بمرض الوباء الكبدي. وفي الختام أوجه رسالة خاصة لجميع السلطات الصحية والإدارية والمواطنين أيضا، التعاون سويا من أجل صحتنا وصحة أبنائنا. أتمنى الشفاء العاجل لكل المرضى. pour mettre fin à l'épidémie de l'hépatite E.